سواك تمتلك البيبي سواك. نعم أنا أمتلك البيبي سواك. أنتي ديفا؟ لا تمتلك الديفا. وأيضا الرويال بي لا تمتلك كوين بي. لذا قررت أن أحضر شيئا جديد للليدي ديفا ورويال بي. أحضرت لنا شيئا جديد؟ نعم أحضرت لكم شيئا جديد وحصري لم نفتحها من قبل. أنا متشوقة لأرى المفاجأة. أخبرينا ما هي. حسنا ما هذا الشيء؟ إنها LOL Surprise Here Goes Wave 2. إنها جديدة؟ سوف أحصل اليوم على شيء جديد؟ نعم سوف تحصلين على LOL Surprise لكن بشعر مثلكم ذوات الشعر الجميل. متشوقة جدا. هيا لنرى ما هذه الـ LOL. هذه لك يا رويال بي وهذه للليدي ديفا. هيا لنفتحها ونستعرضها ونرى ما هي ذوات الشعر الجميل ويف 2. أنا متحمسة لأرى الشخصيات الجديدة من ذوات الشعر الجميل. انظروا إلى هذه الـ LOL. هيا ها هو المسج. أعتقد أن هذه الشخصية شخصية فوضوية. لنتعرف عليها. وهذه إكسسوارات للشعر. هذه لك يا رويال بي. هيا لنرى الليدي ديفا. أتمنى الحصول على هذا. انظروا كم هي جميلة. لنرى المسج. ضخم إلى أعلى زائد حب. أعتقد أنها عقدة. توبنات. ما هذه الشخصية؟ أيضا سوف نرى على ماذا حصلت الليدي ديفا. قبل أن نفتحهم سوف نرى من لعبة الـ LOL أجمل بينهم، رويال بي أم ليدي ديفا. هيا أولا دعونا نرى القائمة لنتعرف على شخصيات هذه الـ LOL. واو انظروا إلى القائمة أشكالهم جميلة. وهنا يوجد بوي. أنا متحمسة لأرى ما الشخصيات التي حصلت عليها. هيا لنرى الليدي ديفا. الليدي ديفا باللون الأصفر. لنبدأ بالرويال بي. واو انظري كم هي جميلة. انظري يا رويال بي لقد حصلت على شيء جميل وتشبه شعرك. إنه اللون البني. انظروا ليدي ديفا سواك. انظروا ما أجمل هذه اللعبة. إنها جميلة جدا وتليق بك. هيا كم أنا سعيدة وأخيرا لقد خرجت. لنرى ليدي ديفا. واو انظري يا ديفا لقد حصلت أيضا على شخصية جميلة وتليق بك. شعر ملون. انظروا ما أجملها. جميلة جدا أحببتها كثيرا. وهنا يوجد اللون الأصفر. جميلة جدا يا ليدي ديفا. قلت لكم سوف أحصل على شيء جميل. إنها تشبهني. نعم إنها تشبهك جدا. دعونا نرى القائمة ونتعرف على أسمائهم. ها هي إنها رينبو. رويال بي حصلت على هذه. عسبلت كلاهما تتبدل في الماء البارد أو الدافئ. شخصيات جميلة. ها هو الماء البارد وها هو الماء الدافئ.
هيا لننزع هذا عنك. انظروا إليها، إنها ترتدي قلادة. هيا لنرى أولا في الماء البارد. إنها تتبدل، لقد ارتدت شيئا جميل وعادت كما هي في الماء الدافئ. ها هي، أعتقد أنها شخصية رياضية. وهنا يوجد علامة نمبر 1. لنرى الشخصية الثانية. رينبو ترتدي ثيابا داخلية، أيضا رينبو بألوان القوس قزح. ترتدي جوارب رينبو. لنرى أولا في الماء البارد. لقد تبدلت، كم هي جميلة. هيا عادت كما هي. هيا لنستعرض الثياب. قلت لكم شخصية رياضية. وها هو حذاؤها، حذاء أبيض. سوارة رياضية باللون الأصفر. وها هي ثيابها، أعتقد أنها شخصية تحب السباحة لأنها ترتدي شيئا على شكل مايو. اللونين الأبيض والوردي. انظروا إلى حافظة ماء سبيلتس، يوجد عليها قطة ومكتوب فوق ميسينج، أي أن سبيلتس فقدت الحيوان الأليف وتريد البحث عنه. وها هو المشط باللون الأصفر. هيا يا سبيلتس لترتدي ثيابك. هيا قبل أن نذهب إلى رينبو، نريد أن نرى شكلك في الماء البارد بعد أن ارتديت الثياب. هيا يا رينبو لنرى ثيابك. إنها لحاية. انظروا إلى هذا الشيء الجميل، وأيضا رينبو. أتذكرون؟ كنا نرتديها على خصرنا ونحن صغار. واو، انظروا إلى هذا الإكسسوار، إنه على شكل جنحان. انظروا إلى حذاء رينبو، كم هو جميل. ها هي الثياب، وهي ثياب رينبو. التنورة عليها جلاتر. ما أجمل لون هذه الحافظة، وأيضا بجلاتر. ها هو مشط رينبو، أزرق اللون. حسنا يا رينبو، هيا ارتدي ثيابك لنرى. هيا رينبو، انظروا رينبو كم هي شخصية جميلة. أنا أحببت رينبو، وأنتم يا متابعين ماذا أحببتم؟ سبيلتس أم رينبو؟ اكتبوا هذا في تعليق. هي سواغ، ماذا أحببتي؟ إنه سؤال صعب، لا تسأليني هذا السؤال، كلتاهما صديقتي، لا أريد أحدا أن يزعل مني. أبيبي سواغ، ماذا أحببتي؟ أنا أحببت أكثر شيء سبيلتس. لماذا؟ لأنها شخصية رياضية وتشبهني. أصبحت لديك صديقة جديدة. نعم، ورياضية. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو السبرايز. عزيزتي، نعم، نريد أن نذهب لنعرفكم على أخواتكم الـ LOL. ألدينا أخوات LOL؟
نعم يوجد هناك الكثير من أخواتكم الـ LOL وخصوصا الـ Hair Girls.